هل النقطة 2.5 تمثل حل لهذا النظام؟ ولدينا نظام من المتباينات هنا، لدينا y أكبر من أو تساوي 2x زائد 1، ولدينا x أكبر من 1، ومن أجل أن تكون 2.5 حل لهذا النظام يجب أن تحقق كل من هاتين المتباينتين، لذا دعونا نجرب ذلك. عندما x تساوي 2 و y تساوي 5، هل تحقق هاتين المتباينتين؟ لذا دعونا نجرب ذلك باستخدام المتباينة الأولى. إذا افترضنا أن x تساوي 2 و y تساوي 5 في هذه المتباينة، نحصل على 5 أكبر من أو تساوي 2 ضرب 2 زائد 1. x تساوي 2 و y تساوي 5، هذا يعطينا 5 أكبر من أو تساوي، و2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5، إذن y أكبر من أو تساوي 5، وهذا صحيحا لأن 5 تساوي 5، إذن هذه الإشارة تقول ذلك لنا، إذن بالتأكيد هي تحقق المتباينة الأولى. دعونا نرى المتباينة الثانية، x أكبر من 1، إذن 2 5 x تساوي 2، إذن 2 أكبر من 1، إذن هي في الواقع تحقق كل من هاتين المتباينتين، إذن 2 5 تمثل حل لهذا النظام.